يعني ما بيني وبين والدين جلي والأعمام والأخوال والأهل كلهم هاي مخصش قطعهم. إيوا ولا جو قالوا لي أنا ما بقي نسمع أنك مشيت عندك لعلو الحسن ما بجيش عندك شنو غادي ندير؟ وهنا يجوز لنا أن نكذب عليهم كذبة صغيرة. نكذبوا عليهم واحد كتيبة صغيرة. أنا عايش الأخت عايشة مع والديها، والديها بغاو شي تمشي مع العند الحسن، أش غندير؟ تكتب عليهم واحد الكتيبة صغيرة، قول لهم أنا غير مشيت نقرا نوجد الامتحان، وإلا ما يخلوكش تمشي تجي من الدار البيضاء ولا من طنجة ولا من تطوان، فين غادية غاديين لواحد المجلس ديال العند الحسن، هذه لا ما يقول عليك حد. إلا كذبت على كل هذا نمشيو نهيئوا الامتحان ولا شي صحاباتي هنا غادي نمشيو نقيلوا عندهم ولا شي، هذه الكذبة هذه ماشي.